نقاطك سمعتهم خلال المداخلات ديال الزملاء سواء النقابة أو الجهاز الوطني للصحافة أو الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، كلها أجمعت على أن الحمد لله أن قطاع الإعلام في المغرب سائر نحو واحد تكتل تاريخي ما بين النقابة والمجلس الوطني للصحافة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين من أجل الرفع من المقاولة الإعلامية وكذلك من أجل تحسين شروط اشتغال صحفيات وصحفيين في المغرب، وهذا يتطلب مجموعة من التحديات ووعي بالإكراهات التي تنتظرنا، ولكن كلنا آمل إن شاء الله لأننا نتغلب على كل الإكراهات من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو إخراج قانون يتماشى الطموحات ديالنا، سواء الرفع من منسوب العمل الصحفي من خلال تطوير المقاولات الإعلامية ورفع من أجور صحفيات وصحفيين، وكذلك من خلال تنظيم والضبط الذاتي للمهنة أولا والضبط ديال المهنة متماهية مع متطلبات المجتمع، لأن مجموعة من الأسئلة تؤرقنا خصوصا اعتقادات الحادة ديال المجتمع طريق ممارسة الصحافة في المغرب. فهدفنا هو تقوية المقاولات الإعلامية والخروج من مأزق ديال تكاثر مجموعة من المنابر الإعلامية والتركيز على المقاولة الإعلامية، فالمقاولة الإعلامية هي القاطرة للرفع من منسوب الممارسة الإعلامية، وهذا الشيء يتطلب جرأة وشجاعة وتضحية كبيرة، ونآمنوا بدواتنا ونكونوا في مستوى تطلعات ديال الفاعل السياسي التي تتمشى الآن مع متطلبات ديالنا ومع الرغبات ديالنا من أجل الوصول إلى صحافة على الأقل تعكس ما ينتظره منا المجتمع وما تنتظره منا الدولة وما ينتظره منا القطاع. اولا الدعم ديال هو الدعم ديال المقاولة الإعلامية، وهذا هو اللي احنا الان ان شاء الله نجحنا في ايجاد الصيغة النهائية في العمق ديالها، هو الرفع من اجور الصحفيين والصحفيات اللي ترجم من خلال اتفاقيه الجمعيه، ومازال ان شاء الله في القريب العاجل اتفاقيه الجمعيه اللي غتفرض على كل المقاولات الاعلاميه. وهنا فاش نهضرنا على تقويه المقاوله الاعلاميه والمقاوله الاعلاميه القويه، هي المقاوله الاعلاميه تضمن اجر مريح على الاقل البدايه ديالو ديال 6000 درهم شهريا بالنسبه للمقاوله، يكون المقاوله الاعلاميه مفروض عليها توفر التغطيه الصحيه وتتوفر التامين وتتوفر لا روتريت ديال 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 الصحفي، اي مقاوله وتتشغل واحد العدد محدد من الصحفيين، اي مقاوله اعلاميه ما تتوفرش على هذه الشروط ولا ما قادراش عجزات تحقق هذه الشروط هذا، فبطبيعه الحال ما غاديش تدخل معنا المنظومه ديال 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 المقاوله الاعلاميه القويه. الحمد لله لقينا اذان صاغيه من طرف يعني الوزاره الوصيه وكذلك السيد الوزير المتدرب في الماليه السيد فوزي القجع، اللي الهدف ديالهم هو انهم يشوفوا حتى هما اعلام قوي، لان حتى هما تيعيشوا اكراهات ديال انهم عندما تيكونوا في جولات سواء في العالم العربي او في العالم او في القاره الافريقيه، فتكون الاعلام الوطني شبه غائب. فلهذا هو اللي خلى على اننا الحمد لله فهموا التحولات وفهموا الاكراهات اللي تنعيشوا وفهموا اننا المستقبل ديال الاعلام الوطني. وهنا في غادي ان شاء الله الاتفاقيه الثلاثيه اللي غتكون في القريب العاجل من اجل تنظيم حتى التظاهرات الرياضيه اللي غتكون سواء مع رئيس اللجنه الاولمبيه او رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم والوزاره الوصيه، من اجل ايجاد واحد الصيغه اللي تتماشى من اجل مصلحه القطاع ومصلحه الممارسه الصحفيه ومصلحه المقاوله الاعلاميه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. كتبغي مهنة الصحافة وبغيتي تنضم لهذا الميدان، هذه هي الفرصة. المعهد العالي للصحافة والاتصال بالدار البيضاء كيفتح باب التسجيل في الصحافة المكتوبة، السمعي، البصري والاتصال المؤسساتي، تجهيزات وأطر عالية المستوى. ESJC كتعطي فرصة تكوين في مجالات الصحافة ومهن السمعي البصري. للمزيد من المعلومات زوروا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ESJC أو اتصلوا بالرقم 05 22 30 87 10، وذلك بشراكة مع راديو مارس.